أعزائي عزيزتي، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في درس جديد بسلسلة تعليم اللغة الإيطالية. اليوم غادي نستمر في الدرس اللي درنا البارح، غادي نشوفه اليوم كذلك أهم العبارات والكلمات الإيطالية. أنا كندير لكم الكلمات والجمل اللي كتسمعوها دائما، سي في الدار، سي في السوبر ماركت، او سي في الخدمه. اذا لنبدا على بركه الله. سو كي بوي فارشيلا، سو كي بوي فارشيلا، سو كي بوي فارشيلا، يعني انا كنعرف انك تقدر دير هاد الحاجه هادي، انا اعلم انك تستطيع ان تفعل ذلك. سو سو فيرب سابيري، كنعرف سو كي بوي، بوي يعني تقدر، فيرب بوتيري كتقدر، كي بوي فارتشيلا، فارتشيلا جايه من فيرب فاري، فاري دير، فارتشيلا يعني دير ديك الحاجه. اوكي، سو كي بوي فارتشيلا. انا غادي نحاول نقرا الجمله ثلاثه ديال المرات، المره الاولى غير تسندوا، المره الثانيه كذلك، والمره الثالثه عاودوا معايا عالطابوشي بصوت مرتفع. voglio chiedervi qualcosa، voglio chiedervi qualcosa، voglio chiedervi qualcosa، يعني بغيت نطلب منك شي حاجه. voglio يا اريدو، chiedervi كنطلب، chiedervi نطلب منك، qualcosa هي شي حاجه، voglio هي بغيت. per esempio، مثلا voglio parlare، voglio parlare بغيت نتكلم، voglio parlare con te، voglio parlare con te بغيت نتكلم معك، voglio fare la preghiera، voglio fare la preghiera بغيت نصلي. dammi un'altra possibilità، dammi un'altra possibilità، dammi un'altra possibilità يعني اعطيني فرصه اخرى. دامي هي اعطيني، per esempio دامي le chiavi، دامي le chiavi اعطيني السوارت، دامي il latte اعطيني الحليب، دامي un'altra occasione، un'altra occasione بحال قلتي مثلا possibilità فرصه اخرى، dammi la stessa cosa، dammi un'altra possibilità، un'altra هي واحدة أخرى، possibilità هي الفرصة. non ti dimenticherò mai، non ti dimenticherò mai، non ti dimenticherò mai يعني لن أنساك دائم ابدا، لن انساك ابدا، نقدر نقول حتى لن انساك ابدا ولا لن انساك ابدا. طالياني نون تي ديمنتيكيرو، يعني كنهضروا في المؤنث وكني كنهضروا في المذكر، في الماسكيلي وفي الفيمينيلي، لن انساك ابدا، نون تي ديمنتيكيرو ماي. grazie per la tua comprensione، grazie per la tua comprensione، grazie per la tua comprensione يعني شكرا لتفهمكم، او شكرا لتفهمك، او شكرا لتفهمك. ديروا بالكم دائما مع ديك بي اللي كندير، اللي كنكتبها هنايا بالعربيه، كندير بي، كتبت لكم
العربية كراسي بير بير هي بير قراوة بير حتى كومبرينسيوني ديك بي كتب أنا بي كومبرينسيوني أتقرأوا أنتم كومبرينسيوني كومبرينسيوني questo mi ha sorpreso questo mi ha sorpreso questo mi ha sorpreso li hada yudhishuni rib questo mi ha sorpreso sorpreso jatmi la sorpresa o sorpresa hiya al mufaja'a mufaja'a yani bhala fajati shi wahed shi haja questo mi ha sorpreso questo mi ha sorpreso هادش اللي قلت انت مثلا ادهشني felice di vederti felice di vederti felice di vederti يعني مسرور لرؤيتك انا فرحان اللي شفتك felice di vederti felice di vederti felice هي فرحان vederti يعني جاية من veder هي نشوف وتي يعني انت نشوفك انت vederti او يمكن لينا نقولو كذلك felice di vedervi felice di vedervi invece من تي كنديرو في فاش كنديرو في ملي كنكونو كنهضرو مع شي واحد اللي هو كبر منا شي واحد اللي كنحترمو شي واحد مثلا اللي عنده شي قيمه فيليشي دي فيدير في انما ملي كيكون معنا شي واحد اللي عادي كنعرفوه كنشوفوه دائما كنقولو تي فيدير تي فيليشي دي فيدير تي ان بريمو لوغو d'altro canto in primo luogo d'altro canto in primo luogo d'altro canto allora in primo luogo io mi ricordo come mettere min jiha min jiha quindi mettere per esempio con in primo luogo leggo في الاول غادي نقرا او قبل كل شيء غادي نقرا دالترو كونتو يعني من جهة اخرى دالترو كونتو سبييغو سبييغو او سبييغيرو يعني غادي نفسر ترى هذا الشيء غادي نقول لكم ان بريمو لوغو d'altro canto d'altro canto يمكن نقول حتى in secondo luogo in secondo luogo لما بغيتش تقول d'altro canto تقول in secondo luogo كتحيد غير ديك primo وكدير secondo comunque 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 significa ala ayi hal per esempio comunque ti chiamerò domani comunque ti chiamerò domani ala ayi hal غادي نضرب لك التليفون غدا comunque ti spiegherò domani ala ayi hal غادي نفسر لك غدا hai abbastanza ragioni hai abbastanza ragioni hai abbastanza ragioni يعني انت عندك الحق بزاف انت محق تماما يعني انت عندك الحق بزاف hai هو الفيرب افيري اللي شنا فيرب افيري فعل افيري بريما بيرسونا abbastanza abbastanza يا تماما ragioni ragioni الحق عندك الحق ragioni هو الحق
الطليان تستعملوش بزاف هاد أباستانسا، كيقولوا اي راجوني ديريكتامنتي، تيقولك اي راجوني عندك الحق، بلا ديك أباستانسا قليل فين تيقولوها، تقول اي راجوني اي باس. Questo è piuttosto brutto. Questo è piuttosto brutto. Questo è piuttosto brutto. يعني هاد الشي هذا راه خايب سيء، شي ما دار اللي كدير راه خايب، هذا سيء للغاية. بيوتوستو هي للغاية. كما قلت لكم الطاليان تيقولوا بلا ما تيديروا ديك بيوتوستو، كيقولوا كويستو اي بروتو، لا درتي شي حاجة خايبة ولا شي حاجة تيقول كويستو اي بروتو، هادشي اللي كدير راه ماشي مزيان خايب. بروتو تنقول حتى لشي واحد نيت اللي خايب في لاسبي ديالو، يعني في الجمال ديالو، في الوجه ديالو، تقول لي ما كي بروتو، كي بروتو، شوف كي دير، كي بروتو. اي ال ميو بونتو دي فيستا، اي ال ميو بونتو دي فيستا، اي ال ميو بونتو دي فيستا، يعني إنها وجهة نظري، هذه هي وجهة نظري، هذه النظرية ديالي. ميو يعني ديالي، بونتو دي فيستا وجهة نظر، وجهة نظر، بونتو دي فيستا. اي ميو بير مي، اي ميو بير مي، اي ميو بير مي، يعني هاد الشهادة من الأفضل لي، من الصالح ديالي. اي ميو بير مي، كنقول حتى اي ميو بير تي، بير تي أفضل ليك. اي ميو بير فوي، بير فوي ليكم. اي ميو بير نوي، لينا، اي ميو بير نوي. Però dirò frasi ad è meglio per me, per esempio, è meglio per me andare in treno. Quindi l'aftalia, facciamo shift train. È meglio per me di studiare la mattina presto. È meglio per me di studiare la mattina presto. Quindi l'aftalia, an adros la mattina, sbah bkri. Non è stato fatto apposta. Non è stato fatto apposta. Non è stato fatto apposta. لم أفعل ذلك عمدا، يعني هادشي اللي دار ما درناش اكسبري. هاد الجملة هادي يمكن نصغروها نقولو نو l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta. La metodica di è stato non l'ho fatto apposta. Ora insomma, ok? Senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio, senza dubbio. Quindi ci fish shak, senza dubbio. Ad esempio, questo è senza dubbio, e ne vedo, ramafish, shak, senza dubbio, senza, yani bidun, dubbio, wa shak. Che sorpresa, che sorpresa, che sorpresa, yani ashad al-mufajaa, ayal al-mufajaa. مثلا لقيتي شي واحد كتعرفو وما شتيش شحال هكا وتلاقيتي به صدفة، كتقول له كي سوربريزا، كي سوربريزا، اش هاد المفاجأة. كون بياشيري، كون بياشيري، كون بياشيري، يعني بكل سرور او بكل فرحة. كون بياشيري، مثلا قلتي لشي واحد اجي تشرب معايا كاس القهوة،
هو كيقول لك سي كون بياشيري، بكل فرح. بير اكزامبيو كتقول لواحد بوي بريندري اون كافي كومي، هو كيرد عليك كيقول لك سي كون بياشيري. اي لا فيريتا، اي لا فيريتا، اي لا فيريتا، انها الحقيقه. هادشي راه صحيح، هادشي اللي كنقول صحيح. مثلا كتهضر مع صاحبك كتقول فيه، تقول شي حاجه اللي فيه خايبه وهي نترا فيه، هو كيقول اش كتقول، قاز انت وكتقول ايه لا فيريتا، الحقيقه هادي فيهاش الشك. اي لا فيريتا. او فامي، او فامي، او فامي، انا جائع. او فامي، او فامي، فوليو مانجاري، فوليو مانجاري. بيركي او فامي، بيركي لان، او فامي ديفو مانجاري. او سيتي، او سيتي، او سيتي، انا عطشان. شنا او فامي جيعان، دابا او سيتي، او سيتي يعني انا عطشان بغيت نشرب. او سيتي فوليو بيري لاكوا، او سيتي فوليو بيري لاكوا. فامي سابيري، فامي سابيري، فامي سابيري، يعني اعطيني اشاره. بالتالي جا كنقولو رد عليا الخبار، رد عليا الخبار، اشنو درتي؟ اتفقتي مثلا مع صاحبك على شي حاجه ولكن ما وصلتوش واحد النتيجه، كتقول له من بعد رد عليا الخبار، اشنو درتي؟ اوكي. كريدو كي، كريدو كي، كريدو كي، يعني اعتقد ان او اظن ان. كريدو كي بار اكزامبيو، كريدو كي لا يوفي فينشيرا لا بارتيتا دوماني، كريدو كي لا يوفي فينشيرا لا بارتيتا دوماني. كي اظن ان لا يوفي ستربح المباراة او المقابلة غدا. اخواني اخواتي، الدرس ديال اليوم انتهى، كنتمنى تكون الاستفادة عامة. ما تبخلوش علينا بالاشتراك، لايكات، وخصوصا التعليقات. انا كنشكر كذلك جميع جميع الناس اللي انخرطوا، الناس اللي كيديروا اللايك وكيديروا التعليقات. وكنوعدكم بان المسائل راه غدا وكتحسن، وغادي يكون الجديد كما قلت لكم. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.